اليوم فرصة هامة حبيت نتوجه بها إلى الشعب التونسي، التونسيين والتونسيات. كان المفروض اليوم أنا باش نجي الحصة هذه باش نتكلم على ترشحي، على برنامجي، وعلى ما ناوي باش نعمله، وعلى الحملة الانتخابية نورمالمون. لكن تطور المشهد السياسي، تطور المشهد السياسي الحالي والتوجه اللي فرضوه بعض المترشحين على هذا المشهد يجبرني اليوم أني أعلن أمام الشعب التونسي على أني انسحابي من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.